اهلا بك يا كابتن علي، منورنا وتشرفنا في موقع في الجول وتواجدنا هنا في فود جينكس. اهلا بك يا حامد، وانا مبسوط ان انا معاكم النهارده في موقع في الجول، ان شاء الله تبقى حاجه كويسه. في البدايه كنا عايزين نعرف ازاي كانت بدايتك مع اللعبه وليه اخترت كره اليد عموما؟ والله انا بدات وانا عندي 6 سنين، كان في النادي الاهلي، رحت لعبت تقريبا يعني 3 ايام في المدرسه، يومين او 3 ايام في المدرسه، وبعد كده دخلت الفريق على طول. كان ساعتها كابتن سيد امين هو المسؤول عن اختيار اللعيبه من المدارس للفريق. بصراحه يعني هو من اول يوم يعتبر دخلت اللعبه وانا حسيت ان انا مبسوط فيها، وحسيت ان انا بعرف العبها بسرعه ومتاقلم فيها بسرعه، ودخلت بقى بعد كده في اللعبه في النادي الاهلي من الناشئين للشباب للكبار. بس ما لعبتش كره قدم او حبيت ان انت تجرب كره قدم؟ لا، هو زي اي طفل مثلا في الاول بتدي شويه سباحه، ويعني ساعتها كنت بلعب سباحه وهاندبول كاراتيه وهاندبول، بس يعني كملت في الهاندبول. هي دي اللي كانت اللعبه اللي كانت اكتر، اللي كانت مخليني مبسوط اكتر وانا بلعب فيها، وكانت بتديني حماس اكتر وكل حاجه. يعني ايه الكواليس بقى رحيلك في 2013 عن الاهلي؟ انا كنت في الاهلي، كنت مضيت 4 سنين من 2009، كنت ساعتها في الشباب. بعد ما خلصت الاربع سنين، كانت طبعا الناس كانت عارفه في وقت الثوره والكلام ده، وكانت دايما الموسم كان واقف وما كانش فيه، مش عارفين ايه اللي هيحصل والكلام ده. جالي اكتر من عرض، جالي النجم الساحلي. ورحت النجم الساحلي، وانا بالنسبه لي كانت طلوعك بره مصر الفتره دي كانت بالنسبه لي حاجه ايجابيه، اللي انت يعني تحترف. هو في الاول وفي الاخر انت بتفكر في الاحتراف، والفتره دي لما كنت بلعب في الاهلي وكنت بنكسب كل حاجه وبنكسب افريقيا وكل حاجه، لما جت فكره الاحتراف وتغيير اجواء كلها وتشوف اللعبه اكتر وتبقى محترف فاضي اكتر للعبه، وتحقق طموح طبيعي، وبتبقى احسن مع المنتخب والكلام ده. وجاي نجم ساحلي وكنت مضيت معاهم، وانا النادي الاهلي كان الناس اللي كانت واقفه معايا اللي هو كويس ان انا احترف، واكيد هتفيد المنتخب واكيد هتفيد نفسك وهترجع تاني النادي ان شاء الله. كانوا حابين يعني فكره الاحتراف؟ طبعا. هم كانوا مساعديني، وكانت الدنيا يعني ماشيه معايا كويس جدا يعني. طيب هل بالفعل حصلت مشكله بينك وبين النجم الساحلي بسبب الاهلي؟ كان عندنا بطوله افريقيا، بس انا كنت ماضي مع النجم الساحلي قبل بطوله افريقيا. تمام. وكانت بطوله افريقيا كانت في تونس. تونس كانت في الحمامات وسوسه، وحصلت مشاده ما بين الفريقين، احنا كانت الاهلي والنجم الساحلي. النجم الساحلي وحصلت مشكله، والجماهير والناس كانت بتتكلم والكلام ده كله، بس انا كنت ساعتها كنت ماضي خلاص، وطبعا انا كنت زعلان طبعا، عشان احنا ماتش السوبر بين الاهلي والنجم الساحلي وخسرنا. واتكلمت مع النجم الساحلي، وبصراحه الناس يعني كانوا مقدرين جدا الموقف بتاعي، وبالعكس هو بعد ما حصلت المشكله النجم الساحلي كان بيكلم الناس في الاهلي، وكان في اعتذار، ودايما يعني الاخوه من مصر وتونس والعلاقه كويسه جدا ما بين الناديين. وبعد كده رحت على النجم الساحلي، الناس يعني كانت قعدت سيزون معاهم، سيزون كويس جدا، كان ناجح جدا، وكان دايما يعني شايلين فوق دماغهم بصراحه، وكانوا مقدرين جدا، والموضوع عدى يعني الحمد لله. طيب كاس العالم للانديه انت شاركت مع 4 انديه مختلفه، الاهلي والنجم الساحلي وبرشلونه والوحده السعودي، مع اختلاف الطموح لكل فريق. احكي لنا بقى، كان مع كل فرقه كان الموضوع بيبقى عامل ازاي، والفرق ما بينهم الاربعه؟ هو اولا طبعا هو الطموح طبعا بيبقى مختلف ما بين كل فرقه وفرقه، وما بين التوقيت بتاعها. لعبت اول كاس عالم العبه كان مع النجم الساحلي، كانت 2014. الطموح عارف انت بتلعب مع فرقه، يعني كان تقريبا اول ماتش لعبناه مع النجم الساحلي كان فرقه من البرازيل، تاني ماتش كان فرقه من قطر. يعني طموحنا كان ان احنا نوصل لحد المربع الذهبي، وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. تمام. لان احنا كان في البطوله نفسها كانت في برشلونه في البطوله، وعارفين ان الموضوع طبعا هو مش مستحيل بس صعب. بعد كده لعبت مع النادي الاهلي. طموحنا كان عالي جدا ساعتها، لان احنا كنا في المنتخب، كنا دايما مع فرق اوروبا كلها، كنا بيبقى الموضوع قريب جدا. الاهلي بقى كان طموحكم ايه؟ كان طموحنا ان احنا عادي احنا نلعب مع اي فرقه نكسبها، بس كان اول ماتش برضه برشلونه. فالماتش ده انا فاكره كويس جدا، كنت بلعب مع يعني رحت لعبت مع اسماء اهل البطوله دي، وبطوله يعني كانت قويه جدا،
الماتش برشلونه كان ماتش جامد جدا، انت الماتش تقريبا خلصان 20-18 يعني الماتش كان السكور فيه كان قليل جدا وقريب، وطول الماتش ماشي يعني جول بجول، يعني الموضوع كان قريب جدا لحد طبعا فرق الخبره وكمان التوقيت. احنا برضو يعني انت لعيبه الجروب المجموعه دلوقتي اللي في منتخب مصر والمجموعه اللي في الاهلي كان النضج كان لسه مش اعلى حاجه تمام. وخسرنا الماتش بعد كده كسبنا كل الماتشات الثانيه وخدنا خامس. طبعا هو كاس عالم انديه الموضوع بيبقى مش اسهل حاجه، اللي انت بتلاقي فرقه جامده مثلا اول ماتش تكسب تخش مربع تخسر تطلع بره تمام، فالموضوع يعني مش اسهل حاجه. بعد كده كان مع الوحده السعودي، الوحده السعودي كان عندنا اول ماتش مع فريق كان طموحهم ان احنا نكسب اول ماتش مهم جدا، لان اول ماتش كان مع فريق من البرازيل وكان لازم كان الطموح ان انت تكسبه عشان تخش المربع، والمربع ده انجاز لان ما كانش فيه فرقه من السعوديه دخلت المربع الذهبي. وكسبنا فرقه البرازيل، بعد كده لعبنا برشلونه تاني يعني كل كاس العالم السوبر جروب كل اللي لعبتهم كنت بلعب ضد برشلونه، لعبناهم وخسرنا منهم، ولعبنا ثالث ورابع مع فاردار خسرنا برضو. كان انجاز برضو انك دخلت مربع الذهبي مع فرقه من السعوديه، وهم كان عندهم اللعيبه كانت عندها سقف طموح عالي جدا ولعبوا كويس جدا. يعني برشلونه بقى هو برشلونه انت يعني اكيد كنا داخلين عشان ناخد البطوله. الموضوع اللي انت مثلا مع الفرق الثانيه كنت بتحضر للبطوله عشان تخشها، انت مع برشلونه انت بتحضر لماتشات كتير قوي، مش بتحضر بس للسوبر جلوب، يعني انت بتحضر يعني. لا وبتحضر للدوري وبتحضر للتشامبيونز ليج، وبعد كده دخلت على البطوله، يعني هي بطوله جوه بطوله جوه ثلاث بطولات مع بعض في نفس الوقت يعني. فكنا داخلين ان هو يعني بهدف ان تاخد البطوله يعني. حتى احنا بعد الماتش الفاينل كنا يعني كان في استياء مش طبيعي، لا طبيعي طبعا استياء يعني، الناس كلها كانت زعلانه لمده طويله كمان. فقلنا ان احنا هنعوضها في الشامبيونز ليج وده هدفنا حاليا يعني. تمام. هل بالفعل انت بعد احترافك شاركت مع الاهلي في كاس عالم الانديه مجانا؟ انا بالنسبه لي انا ما خدتش اي حاجه ماديه مع النادي، النادي كان هو اللي بيتكلم مع النادي الجزيره، وكنت ساعتها بلعب مع نادي الجزيره الاماراتي وهما تفاهموا مع بعض، وانا رحت عادي جدا، رحت قبل البطوله بشويه، وانا اصلا كنت يعني قبل البطوله كنت مصاب كمان يعني ما كنتش ال 100%، بس قلت لهم لا انا عادي هاجي معاكم، ورحت معاهم الموضوع كان عادي جدا. بالنسبه للمنتخب في امم افريقيا اخر ست نسخ المنتخب حصد لقبين بس، ايه السبب؟ سبب انت كل بطوله كانت بتبقى ظروفها مختلفه، كان بيبقى زي ما قلت لك في الاول موضوع النضج في اللعيبه والخبره والكلام ده، يعني كانت في مجموعه صغيره طالعه. لعبنا بطوله في الجزائر 2013 ما كانتش سهله خالص يعني، حتى الاجواء ما كانتش سهله. ومنتخب تونس ساعتها كان منتخب قوي جدا، هو لحد دلوقتي قوي جدا يعني، بس هو يعني كان في التوب بتاعه، واحنا كنا لسه الموضوع فيه شباب وطالعين والخبره وعامه بطوله افريقيا ممكن الناس تشوفها اللي هي مش اقوى حاجه، بس بطوله افريقيا محتاجه خبره عشان خاطر تعرف توصل وتعرف تكسب البطوله. بعد كده طلعنا واحده واحده لعبنا بطوله افريقيا في مصر، الاجواء كانت متجهزه، كنا محضرين البطوله كويس جدا، لعبنا البطوله كويس جدا وكسبناها. وبعد كده في الجابون كان بالنسبه لنا برضو صدمه ان احنا كنا برضو رايحين ان احنا نكسب البطوله، نكسب البطوله خسرنا في الاخر اجواء، وفي نفس الوقت تونس كانت يعني كان عندهم يعني الكره مش اكتر وكانوا محضرين واحنا محضرين برضو، بس يعني الموضوع هي بتبقى هفوات واحنا كان عندنا اخطاء كثيره. وطبيعي انت تلعب ماتش فاينل ما ينفعش يبقى عندك اخطاء بالشكل ده، واحنا كان عندنا اخطاء كثيره جدا الماتش ده، وبعد كده عوضناها بقى في تونس بقى. تمام. في 2018 توجت بجائزه افضل لاعب في البطوله اللي احنا خسرناها، ايه سبب خساره البطوله دي؟ زي ما كنت بقول لك، هو خساره البطوله اللي احنا كان ماتش الفاينل كان عندنا اخطاء يعني اخطاء فنيه في اللعب بتاعنا، كان عملنا اخطاء ميس باس وضيعنا كتير قوي على الجول، انا شايف ده من الاسباب الرئيسيه. ما كانش عندنا تغييرات كتيره، كان عندنا ناس مصابين، في ناس ما جاتش معانا البطوله، في ناس اتصابت جوه البطوله، فالموضوع ما كانش اسهل حاجه يعني بالنسبه لنا. فانا شايف اللي هو ده هو الموضوع كله، احنا ما لعبناش احسن وهم تونس لعبوا احسن الماتش ده وكسبوا تمام، وحطيناها في دماغنا الموضوع يعني، عشان كده عوضناها على طول بعديها يعني.